بأبسان سين كانسيسا درس أين كاريا بسالين اتباع قيدة قول تقتير المسلين أبدين قول جولو بين أبدو قلم على الجنازة تهوري فريو وجاء على يواد قول صفوفا صفي جمع بن سلاسة تتف أكثر ها قبول أنا أشق جتا من أنا أشق رضي الله عنها قالت كمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجيت على إما يصلي عليه من جول إمك أمة جمع أبدو من المسلمين يبلغون تابعهم تم مئة تامرة كلهم تابعين فق يشفعون له بتفن ويعين إلا شفعوا في سنة بيانا ميت تفن غلم سبيل يانا نام تفن غلم كساتي هو داي تفور بما بكون دي الله جبت رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسميت من رسول الله نلا صلى الله عليه وسلم يقول مماك ما من رجل المسلم لا يقولك جل يموت من مايا فيقوم إما دارم على جنازتي هو رفوري مكم أربعون رجلا ورد شفان نايو لا يشركون بالله تعالى سيركا ما ألا شيئا هيرهون إلا شفعهم الله سونا ألا تفنيبه تفنيبه فيه في مكم بيانا نو يأمل لقو يبه تفهم رواه مسلم يلا أرسك أن تفنيبه تمفاتي يو ألا أرسك أن مرتبة تفو يقول تورنا. وأن مرسدي بن عبد الله البجني قال كان لاتك مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى سجود الجنازة فوه فتقال الناس يمئ بن فندي عليها إهور فوريهم الجماع دودا كن ورطتا جزاهم كؤسين بتايب عليها إهور فوريهم ثلاثة أجزائم ورقبتات كدول لغو أدى بسفية جتات كبفندي وكو بفندي ويتطهاء ديبي سبي ودى بسفية جتات ثم قال ركتي أوبيا وقال رسول صلى الله عليه وسلم فلما مات من صلى عليه كلام جولي من ثلاثة صفوف صفي جتت فقد أوجب رجم دي وقتك كنا تقول الجنة وقتي كاكو تفوري مقبفية بتفام وقتي إن عندكم دين من فموضون إذن عندكم مقبفية رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن ويو حديث كو لبعض والله أعلم.